حقق المركز الأول في مهرجان الظفرة، ولأول مرة يخوض غمار المنافسة في مهرجان الملك عبد العزيز عبيد بن محمد بن مقرن العامدي. مرحبا عبيد. مرحبا طال عمرك، أهلا وسهلا. عبيد ما شاء الله تبارك الله، شفنا التعزيات القوية وشفنا الاستعداد القوي. أمتلكت هيافة اللي حقت شوط الثنايا، وأخذت واشتريت هيافة اللي صار لها إنجازات هنا، وش تتوقع دورها مع الجمل ومع أماتها؟ أول شيء نحمد الله ونشكره على التوفيق الطيب وحضورنا في جائزة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. هذا الحالة ناموس، وهذا الحالة فخر، ونحن وإخواننا المشاركين في هذا الشوط ما بيننا فرق، كلهن كأنهن ابل رجال واحد، ولا بيننا وبينهم إلا الطيب والعلوم الغانمة. وبالنسبة للمنقية فضل الله والوالد الله يطول عمره اكتسب هيافة اللي ما أخذ شوط التميز وما أخذ شوط التحدي، وكذلك ما شاء الله ما أخذ فرديات في الظفرة، ما أخذ المركز الأول كذا وحدة، نعم أكثر من 4 5، حتى في وحدة منهن ما أخذ المركز الأول ما دخلت اليوم المنقية. وكذلك تم نحمد الله ونشكره إضافة ابن صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن خالد اللي منهن السعودية وهيافة. نشكر من هذا المنبر صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن خالد على تقديمه ومساعدته ودعمه لنا، وكل الشكر له. ابن مقرن اشترى فرديات قوية تعتبر نوادر في الساحة، هل هذه التجهيزات وهذه المشتريات القوية كلها لشوط شلفة ولي العهد؟ والله طال عمرك شلفة ولي العهد غالية عندنا وغالية عند الملاك، وكل واحد يطمح فيها، وبإذن الله أن الله يسعدنا ويسعد إخواننا المشاركين. ومثل ما قلت لك، الوجود في جائزة مهرجان الملك عبد العزيز بحد ذاته ناموس، بحد ذاته تميز، والبل اللي أخذناها نحمد الله ونشكره كلها من فضل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره، ويطول عمره لكل مواطن إماراتي وخليجي، دعمه لنا محدود ومشاركته يحث على الجميع، ومهما قلنا فيه مقصرين، مهما قلنا فيه. أو أن تخطيط ابن مقرن كان على نخبة النخبة، صحيح أنها يعني أعتبر شلفة ولي العهد والمشاركة في 30 مرحلة عبور، ولكن التخطيط القوي في نخبة النخبة. والله طال عمرك كل شيء له وقت، خلنا نخلص اليوم وإن شاء الله الجاي أفضل. يعني إلى الآن ما قرر ابن مقرن هل هو بينافس في نخبة النخبة أو لا؟ والله حتى الحين وإذا سمحت الظروف بنشارك، حتى اليوم وإذا سمحت الظروف بنشارك إن شاء الله، وكل سنة إن شاء الله أننا بنشارك في مهرجان الملك عبد العزيز. واللي خلانا نحضر مهرجان الملك عبد العزيز حقيقة نجاحه، تميزه، إبهاره، دقة تفاصيله، دقة نجاحه، كل الشكر، كل الشكر من هنا إلى ما له مدى إلى الشيخ فهد بن حثلين والإدارة اللي معه على هذا النجاح، على هذا التميز، على مهما قلنا فيهم مقصرين حقيقة، وكنا ثقة في المشتريات وفي الحضور بهذا الدقة وهذا التفصيل وهذه الثقة العمياء اللي ما يختلف عليها شخصين. ودنا يحدثنا ابن مقرن عن إجمالي مشترياته، كم بلغ تعزيزه ومشترياته؟ والله طال عمرك الإجمالي ما يحضرني حقيقة، وأكثر الناس اللي باعوا على ابن مقرن ولا اتفقوا معاه يعتبرونها من عندهم طيب. أوجه الشكر كذلك لأخوينا أبو سلطان المنصوري، كذلك ساعدنا في الظفرة وقدم للوالد، وله الشكر الكثير من هذه المنبر حقيقة، ولها غريبة على أصحاب الطيب وعلى الفضل. ابن مقرن يشتري مشتريات قوية، متى نشوفه في سيف الملك ونشوفه في بيرق المؤسس؟ إن شاء الله قريب سيف الملك، إن شاء الله ممكن يشارك في السنة الجاية، والأمور إن شاء الله تكون أفضل لأفضل. بيرق المؤسس هل ممكن تشارك فيه المياه؟ والله المياه تعرف يبغي لها وقت شوي، لكن إن شاء الله مو بعيد. أو المنافس اللي فيها قوي، حتى لو عززت ممكن ما توصل إلى المركز الأول؟ والله المنافس قوي، والمنافس أخ، والمنافس صديق، ونحن والمنافس لما نكون في شوط واحد كل منا يهدي للثاني الفوز، ما عندنا مشكلة فيه، سواء اللي في البيرق أو سواء اللي في سيف الملك أو سواء اللي في شلفة ولي العهد. هل نعلن الجمهور ابن مقرن انه منافس بقوة في نخبة النخبة، خصوصا ان باللبدان واسماء قوية موجودة قدامك؟ والله نحن اخواننا باللبدان واخواننا المشاركين نحن وياهم واحد، مثل ما قلت لك ولا بيننا وبينهم فرق، وبحد ذات المشاركة تعتبر ناموس، وبإذن الله ان بنشارك وبيكون حضورنا طيب ومميز مثل اليوم ان شاء الله. بإذن الله، ونتمنى لك التوفيق.